شاكر لكم تغطية كريمة وحضوركم اليوم من أمام مجلس الأمة في مواقف ساحة الإرادة تاريخ 13/1، الجلسة الخاصة كما قالوا أو يعني نشروا اللي راح يكون مدرج عليها بعض القوانين. طبعا احنا وقوفنا هنا مو من أجل القوانين التي يعني تم الحديث عنها، كلام فقط كان عن موضوع إقرار الحقوق المدنية للكويتيين البدون، والحديث ان القانون هذا مدرج او الاقتراح هذا مدرج او غير مدرج. احنا بالنسبه لنا هذه القضيه هي اولويه الاولويات الان، وهي القضيه الانسانيه الاولى في دوله الكويت، وحتى يتحقق مفهوم دوله الانسانيه يجب ان تكون هذه القضيه على راس يعني اي قانون او اقتراح قادم او مطالبه. لذلك أعتقد أنه من المعيب جدا أن يدعي هذا المجلس أنه مجلس أمة ولا يهتم بهذه القضية أو لا يدرجها على يعني المحضر اللي هو الاجتماع. ثانيا، إذا كان مرزوق علي يريد أن يمرر قانونه اللي دائما يتكلم فيه ويبشر فيه، ولذلك ما يبي أن يتم إقرار هذا القانون اليوم، فنقول له ان هذا القانون لن يمر باذن الله تعالى اللي انت طالب فيه، واحنا نطالب بقرار قانون جمعيه المحامين اللي كفل الحقوق المدنيه والحقوق الانسانيه والاجتماعيه لاخواننا الكويتيين البدون. سنظل معتصمين ان شاء الله في كل اسبوع معاهم ونطالب لهم حتى حل هذه القضيه، كما اننا نؤكد ايضا على المؤكد وهو اننا سوف نطالب ونستمر في المطالبه به رحيل الرئيسين المرفوضين شعبيا مرزوق علي وصباح الخالد سياسيا. شاكر لكم.